بسم الله الرحمن الرحيم. كان في مشكلة حصلت معايا من فترة، إن أنا كنت عايز أعمل داونلود لويندوز 10 بشكل أيزو. تمام، لو حابب نعمل داونلود لويندوز 10 بشكل أيزو، هلاقي الويب سايت بتاع مايكروسوفت بيقول أعمل داونلود لتول اسمها ميديا تول، ومنها ببدأ أكمل الداونلود. لكن أنا اللي كنت بدور عليه إن أنا عايز أعمل داونلود لأيزو 5. تمام، فتعالوا نشوف حلها هيبقى عامل إزاي. الويندوز اللي انا منزله عندي هو ويندوز 10 الانستول. تمام، لو انت اقل من كده هيظهر لك على طول في الابلكيشن انك انت موضوع الداونلود ميديا تول. فخلينا نمشي خطوه خطوه كده. هنعمل داونلود من الويب سايت بتاع مايكروسوفت. ماشي، اول حاجه داونلود ويندوز 10 ديسك ايزو فايل. لما بضغط كده عشان انا ويندوز 10 هلاقيه بيقول لي اعمل، لو انت مش ويندوز 10 هتلاقيه بيقول لك اعمل داونلود للميديا تول. تمام، احنا مش عايزين موضوع الميديا تول ده، فايه الحل؟ هروح على الثري دوتس اللي موجودين ده جوجل كروم، وهختار منه ديفلوبر تولز في المور ديتيلز. بعد كده هروح داخل على مور تولز واختار منها نتورك كونديشنز. هلاقي في حاجه اسمها يوزر ايجنت، هعمل لها اون تشيك. تمام، ومنها من الليست دي انا كنت بس مختارها من كده، اتاكد ان انا مختار بلاك بيري بي بي 10. اوكي، دلوقتي هعمل ريفرش. حاول اوسع دي شويه. لما هعمل ريفرش هلاقي ان الوضع اختلف في الصفحه بتاعت عملت ريفريش اهو، الوضع اختلف دلوقتي. لقيت الموضوع بقى بيجن بيفور يو بيجن. تمام، وسيلكت اديشن، بلاقي هنا في دروب ليست اختار منها اخر ابديت عندي اللي هو 10 مايو 2019، واقول له كونفيرم. هلاقيه بيقول لي اعمل سيلكت للانجوج، هختار مثلا انجلش، اقول له كونفيرم. بعد كده هلاقيه بيديني اختيارين 32 بت ولا 64 بت، يبدأ يعمل داونلود. هشوف في الداونلودز بدأ فعلا بيعمل داونلود دلوقتي. وهو ده الحل لموضوع الميديا تول. شكرا.